والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيداتي أنساتي سادتي مخداتي ووسادتي. من بعد نكمل معكم اليوم تربي كفايف وش أكثر من كم يومين انقطاع شوي ما قدرت أسجل حلقات لكن إن شاء الله نرجع بقيت أكملكم شوي تربي كفايف لأن ما كملناها بصراحة. سويت حلقة واحدة وما كملت مدينة. انزين أبا منكم شيء ثاني أيها الخليليون، أبا منكم دقوا على الرابط اللي تحت، عندي قناة جديدة تشتركون فيها، دعموا القناة لها أنتو. القناة بتكون حق طبعا اللي هي لحظة، القناة بتكون طبعا حق أيوة هذا البيت كيف حطي، لا بالعكس لبرع، القناة بتكون حق التكنولوجيا ومواضيع التلفون والأمور الطيبة هاي. فأتمنى أنكم تدعموا القناة بسبسكرايب منكم وأنتم كفو وأنتم قدها، وإن شاء الله إن شاء الله القناة تنال إعجابكم. أنا قلت بفصل قنوات الفيديو ولا التلفون سوري والتكنولوجيا عن الجيمينج، وهني بركز أنزل ألعاب وأنزل حلقاتكم مثل ما تعودتوا تشوفونها دائما. ننزل خلينا نشوف شو المهم اللي عندنا. يقول سند اكسبيديشن اكسبلور اند كان سند اكسبيديشن، زين خلينا نسوي اكسبيديشن اللي هو هذا. وينهم نحن كانوا عندنا هني نحن وديناهم صح، والله نسيت وين صار هذا اكسبيديشن. لا سند اوت اكسبيديشن زين اللي بنسوي انه راح نسوي اكسبلور ل هاي المنطقة. الحين شو عندنا قاعد يجهز احنا في المكتبة، المكتبة مالنا قاعد تسوي ريسيرش حق هاي السوالف، جاينا اللي هو البلانكس مال صناعة الخشب وهاي الامور. بس خلينا نشوف البيوت تنبني، عندنا كونستراكشن يعني مش العجلة التام مع الموضوع، بس نحن على سنتين وست شهور لازم نزيدهم تبون الصراحة. بترتيب الفلوس، فلوس ترتيبها زين، هي اللعبة الطريقة هاي تمشي اصلا. زين نعطيهم روشن زيادة، نو فري لانش، خلينا نحط لنا قانون ديزاستر ريليف، تاكس كت لا، كيب اوت، انكريز كرايم اند ليبرتي ميكس انفنتي سترونجر بات كوزز مور، لا ما نبغى. خلينا نعطيهم اكل زياده، يلا خلنا نعطيهم اكل زياده خلي الناس تستانس. عندنا 28% الابروفل تعبان جدا، فلازم شوي نزيدهم يعني على اساس ان ما ينقلبون علينا العالم. اوكي نبغى نحط لهم حديقه، يا مكان حلو الحديقه، حجمها حلو لكن لا هذا المكان خله فاضي احسن. بنحط لهم سمول جاردن هنا عندهم، بنقص عليهم. ليش ما يبغى احط، ليش الجاردن ما اقدر احطيه على الشارع، هاي المشكله. اوكي الحين زين حطي لهم هني حدائق، حطي لهم وحده هني وحده هني على مدخل الجزيره بيكون وايد حلو. هي 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 وايد 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 زين وايد زين. هاي رايحين حق الاكسبيديشن، نحن شو نبغى الحين، نحن نبغى نشوف موضوع التريد مالنا اللي هو عندنا كوفي. المشكلة عندنا باقي 5 سنين على الكونتراكت، وابا كونتراكت زيادة. ها شو اخبار برودكشن ماله زين؟ خلنا نزيد البادجت ماله، خلنا اوكي 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 مو مشكلة، خلنا نسوي علاقات دبلوماسية. اوكي اوكي انا جيت كنت ايوه نبى نحن 12 شهر اكسبانشن الحين 12 شهر وايد زين وايد زين، خاصه لان هذا خلص الحين، خلص عندنا نحن البلانكس. المبرمل خلص، خلينا نسوي البلانكس مره عند هذا اللوجن كم وين صار. اوكي بيلد الحين عندنا نحن
اندستري بلانكس. نبغى نحط هذا اللي يحول خشب الالواح يعني صناعه، انا من انواع الصناعه. نبغى نحط المزرعه، شكل بكنسلها هني لانه بيستوي شارع هني بعدين صح. فشو بيستوي؟ بيستوي هذا ايش؟ افا والله عيب، والله عيب، هذا كلام ما في زين. اوكي مو مشكلة، انا راضي، راضي بالنصيب، راضي بالنصيب، مو مشكلة. خلنا نشوف، اعطينا استك وقبلت 7500 خيبة. لا ابوي انا بروحي في السالب، ها ما قام يدخل علي فلوس، شو السالفة؟ ليش ما يبون سمان؟ زادوا الناس شكله وايد، فشوي توهقنا. لحظة خلنا نحط رو ريسورسز زراعة، خلنا نحط لنا، خلهم هاي البرايهم الحين. المشكلة المزارع تاخذ مساحة ضخمة، حلو. بعد للشارع بيبه من ويت، بيبه من هني، بعدين بيبه الشارع سيده هني. وعندنا شو بسوي؟ بهدم الشارع الأولي. أوكي حبيبي مش قادر اسوي لان سلكت. مني بالشارع الاولي بنسوي له هدم، بنهدم الشارع الاولي عساس انه شو نقدر نحط كمية اكبر من المزارع. صبر، ونحط لنا شارع سيده هني. الحين شو بنسوي؟ بني لنا مزرعه. جيب واحد مزرعه، جيب ليش؟ انا شو جايب يا حبيبي؟ اوكي نبغى زيد 6 شهور بعد. خلنا مريحين. ويسار هذا بلانتيشن، خلنا نحط لنا زراعه، خلنا نحط مكان حق شارع بلد، بعد بلد. شوفوا كم مزرعه بننوع المحصول وبني بايش هذا. لحظه شوفهم نفس المكان. لحظه ايه شكلهم زين، وايد زين. ما اقدر يبالي فلوس، وانا الحين اوريدي ماينس 8000 جاي بالعيد والله ربي. انزين هني هني نشوف الكرب، بخليه ينتج لنا كوفي هذا. انزين وبخليه لنا الثاني ينتج لنا، نحن نصدر كوفي صح. بنانا خلى واحد، نبى كورن بعد، ذرة، نبى قطن، نزرع تباكو. خلنا نزرع تباكو، خلنا نزرع تباكو، نشوف هل هذا بيزيد شوي. نبى نزيد الفلوس اللي تدخل علينا لأنه مش حالة. بس شو أبى أسوي؟ أبى أزيد. مو وقتك يعني، مو وقتك. زين نسوي لهم حلقة نحن الشباب. وين صار؟ وين صار؟ وين صار؟ وين صار؟ وين صار؟ وين صار؟ والله نسيت. أعطي لهم مكان بتاع خمرة. إنزين. والله يا رجل. أيوة هذا تيمستر أوفيس. بنحطي مكان. خلينا نهدم البيوت هاي برايهم. عندك كلها بيوت آخر شيء يسكنون في الخرابة هاي، تبل لهم. إنزين. هاي الأكثر ناس أكثر أساس يخلون السامان يعني. عندنا نحن سامان نسأل كوك بلد، لأن الحين ما عنا نحن فلوس حق كوك بلد. has come to steal your treasures. Our research team, that is to say me, discuss. Mines. عندنا مناجم. انزل انتو. When do we charge? Select base. انزين الحين هاي اللي هجمون علي. انا مش متأكد والله يا جماعة. كيف بالضبط ادافع؟ خلنا نشوف يضربون. هاي الجبن اشو؟ هاي هم قاعد يلحقون جيش مالي. يو يدافعون عن المكان. نايس. زين خلنا نسوي عيل. ما عندي فلوس. هي الفلوس كل شيء. فيلعب لو انا كنت ناجح في سالفة الفلوس الحين في هالجزء هذا.
سايز 7 اوت اوف 8 6 اوت اوف 8 اوكي هيلث مالهم قاعد يروح شكله بنهزم انا هني هايل لان عندهم فريقين الحين يهاجمون ضدهم لول جيت زين الحين ابى ادافع انا عنهم بس مش عارف كيف ادافع عنهم لحظه ميليتري تور ما اقدر اسوي كوك بيلد طبعا لانه ما عندي فلوس اذا كان عندي فلوس بدق بكوك بيلد بس انا مش متاكد اصلا كيف ممكن اسوي شيء لحظه اوبجكتيف هاف ا نيو لمبر ميل اكسبت اوكي اديشنال 12 مونث زين مو مشكله الحين هذا اللي يعطيني فلوس بس اني لان دمروا لي الدنيا هاي بس اختفوا وين صار وي ذا بيبل اوف تروبيكو ايشو رايت تيرمز ادكت ويت ذاتس نوت رايت ايشو ذا رايت تيرمز ادكت كلوز لحظه عندنا مش هذا وين كان ويت هني كان ما كان هني كان هني ما كان نحط اخواني مكتبة خلنا نشوف هني لا ادكت سايو هذا ادكت اكسترا راشنز ما عندي 500 والله ادفع لهم كانت لينا ريسيرشنج اني ثينك خلينا نسوي ذا تريجر ميليتري فورت بار تيب كونستيتيوشن اذا طلع لنا فلوس الحين من وراء اخر عمله هني لان الحين انا اتوقع بينا اكثر وايد لان بنزيد الانتاج دقايق بس بالانتاج راح يزيد وايد لان قام يستوي عندنا ناس شوفوا الناس هاي انتقلنا لعصر ثاني انزل الناس هاي راح تنتج لنا اكل الاكل هذا راح يسوي لنا بلاوي طبعا خلينا نسوي له ريبلد حق هذا له اولويه انزل هنسوي له ريبلد هذا خله بينبني مو مشكله اوكي فرن از وورث 5000 وشي بعنا بس 5000 وشي ما يكفي اوكي ونزيد lower prices by 2% 6 month mandate extension now prices not change increase prices 20% 6 شهور نزل الاسعار خلينا نكسب الناس زين خلينا نعطيهم اكسترا راشن يشوف انزين خلني عند هاي اكسبت انا نسيت اسوي اكسبت قبل رايت تيرمز انكريز كرايم اند ليبرتي اوكي ايشو بعدين بكنسله مو مشكله خلنا نخلص هذا بيعطينا وقت زياده انستنت ما عندنا فلوس بعدنا بس على الانتاج الحالي اللي راح يستوي قريب راح يستوي عندنا زين خاصه ان احنا عندنا تيمسترز وايد تيمسترز ويخدمونا خدمه مش طبيعيه وعندنا ناس هومليس نحن في حد ما عنده بيت والله ما ادري اذا في حد ما عنده بيت ولا شيء بس هني الريفينيو الحين ارباح قامت تزيد عندنا نحن الحين عندنا هدف كبير ان احنا نزيد الارباح ترى اكبر هدف عندنا الحين نزيد الارباح تقريبا انزين خلينا نسوي لنا زراعه زياده هذا نبا ده ونبا سكر لان في مشروع عندي اللي هي مصنع سكر وخربطان ما شوي ما عنده مشكله انزين تشينج كورب اللي هو بنحط شوغر هني زين هذا شو ينتج بابا 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 وين مكتوب شو ينتج هذا ينتج موز بعد موز لكن غيرناه ليش ما تغير ما اقدر اغيره هذا نغير الكورن بعد بنانة بغير هذا الكوفي هذا بنغير هذا اوكي اريد يتغير
اوكي حبيبي. نيوز بيبر عندنا. الجريده ممكن نكذب على الناس. الحين الجريده شو بتسوي؟ بس خلينا نكذب على الناس. زين خلينا نشوف شو عندنا مباني. اوكي خلينا نسوي لنا منجم اللي هو هني هني هني. منجم 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 منجم. زين ونطلع منه فلوس. اهم شيء في الدنيا فلوس. واحد عنده يطلع فلوس اموره طيبه. انزين الحين ابى اجيب شارع من هني لين هني. ابى هذا بكبر اهدمه. خلنا نهدم هذا. انزين ممكن تهدمه. لانه ما لي حاجه في المزارع. عندي مزارع وايد وما لي حاجه في المزارع هاي. خلاص برايهم برايهم. زين ونبى نحطي لنا رانش واحد. نبى نحطي لنا رانش اثنين. ما عندنا فلوس. نبى نغير لايف ستوك. نبى لامان. احنا شو عندنا الحين؟ عندنا يا اصدقائي تونت لايف ستوك. عندنا غنم وعندنا غنم زياده. زين فشو بسوي؟ لحظه شو الاكسبكتد ريفينيو الحين؟ 14000. وعندنا بلانكس يطلع برا على لوح خشب. عندنا حليب. عندنا سمك. عندنا كوفي. عندنا بنانس. طبعا كوفي جزء من الكونتراكت اللي هو يدل. خلص الكونتراكت. لحظه الحين شو نحن عندنا زياده؟ انا اشوف هناك زياده عندنا كوفي الصراحه. بس هذا مع منو تريد؟ مع علاقات اجنبيه نسوي. زين اذا نسوي علاقات في 5 سنين يونتس. ما ادري ما بعيبني وضعه. ما عندنا نحن منتجات ثانية. بس اذا احط هني كل 1000 1300. حلو توباكو كل 1000 1100. هذا 1600 على 1000 حبة كوفي. زين هني شكل الكوفي احسن شيء يبيع اغلى شيء. فخلنا نسوي اد شيب حقه. انزين بنضيف سفينه على اساس انه يعطينا فلوس زياده. عندنا كوفي. كوفي اذا عندنا عقد نحن زياده راح يعطينا فلوس زياده. انزين والحين تشوف المنجم شو اخبار المنجم. 2500 كوكبلت. ما عندي فلوس اني اخسر عليك. تعال شو تبى انت؟ هاف 8 جارد تورز اكسبت. يلا لان اخر مره انا اكلتها. انزين فبحط جارد تور هني في اطراف المدينه. هني بنحط لنا جارد تور هني. يعني 1 2 3 4 5 6. نبا هني 2 لان سفينه 7. وهني بنحط لنا 1 على الفيشنج. يمكن ينزلون هني 7 8. اوكي هاي الثمانيه ابراج حمايه. خلينا نحمي المدينه. ما لنا يا اخي ما يصير ما بيصير شغله الحكي. يعني قديش بده الواحد ينهجم عليه ولك؟ انزين كم عندك فلوس؟ 8000 بيعوض الخساره؟ ما يعوض الخساره. سفينه ما ترمي تشيل اكثر اظني. متى السفينه الجايه؟ month to next ship 1 out of 5. اظني شهر غير لان السفينه اللي بعدها. انزين معناه 0 out of 5. اوكي بسرعة السفنيون صح؟ 4 شهور الحين للسفينة الجاية. واللي هو شيء زين ترى. يعني هذا الحين شو قاعد يشل؟ سيزز أربن ديفلوبمنت أند بيلينج بيرميت أدكتس أنلوكت. شكرا. ونزين بيرميت هي نفس قوانين القوانين المدنية هسه نحطيها. زين هاي شل بو 7000. خيبة أسب الملك ليش؟ شو اسوي؟ رفيوز. في ناس الحين ثوار بيون. بس خلى الثوار نقدر نسكتهم. 4000 هاي 6000 دمهم. اوكي عندي ابراج والله. والله رش بينهم حربة يا حبيبي. يا حبيبي عليهم ضرب تشو يا سعبي والله.
مساكين والله. انا ما بغيت صراحة اني انا يعني اذبحهم، بس بعض الاوقات الواحد لازم يسوي اللي لازم يسويه، يعني you have to do what you have to do. انت لازم تسوي تافرن. اوكي هذا يخليهم يستانسون شوي، تافرن يعطيهم مشروبات وامور كوفي، يعني كوفي كوفي كوفي. خلنا نخلي وجهه لين هني في الزاوية، خليهم يستانسون وهم سايرين الدوام، لان الدوام بعيد. فبخليهم يبسطون شوي. ها شو ها دكان انا فاتح لهم والله، ولا ادري ولا يستفيد الدكان ولا يستفيد. بزيد ميزانيته، اوكي بزيد ميزانيته، وبحطينهم مانشن. هاي شي الاربع عوائل ضخمه. هذا وين بيكون؟ القصور بتكون هني على البحر، صوب البحر بروحه. لحظه لحظه ابى قصر هني. وين بوابه القصر؟ اوكي هذا بوابه القصر، الطريقه هاي بتكون بوابه القصر. استهبل علي الجيم. ايوه ما يستوي واحد ثاني. اذا بحط قصرين اوكي لا 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 القصر ليش هني؟ ويت كانسل كونستراكشن. اوكي احط الشارع هني زين، بحط قصر هني وانتم داشين. بحاول بحاول اسوي شي نفس المدخل. نيو تريد روتس وذ سموجلرز 4000. ابا تريد روت زياده، بس ابا شب زياده. انا كيف اسوي ريسيرش شب زياده؟ والله نسيت صراحه، يعني من سنين ما لعبت اللعبه والحين احاول اتذكر، فالوضع متازم عندي شوي. زين انا للحين قاعد يعني اموري طيبه مع الكوفي، ترى الكوفي اوريدي انا عندي وايد كوفي اصلا، ويا سغطي الكونتراكت وزياده، بس بعد ما قاعد يكفيني السفن ما قاعد تشلمون فيه الكفايه. فانا محتاج اني شو اسوي؟ احصل مصادر دخل زياده. نحن اللي قاعد نتريا، نحن ابراجنا عندنا 8 ابراج المفروض نخليها تخلص. عندنا ريسيرش، لحظه خلنا نسوي ريسيرش. دخلنا نشوف شو نسوي ريسيرش. بلانكس عندنا كونستيتيوشن هو الدستور. او سوري كنسلته. وايت فلاج لايتس. كهرباء تسوي لهم كهرباء؟ كهرباء بيطورهم ترى. زين خلنا نسوي لهم. اوكي لازم نخلص هذا اول، خلاص بنخلص هذا بنسوي لهم. بس الحين شو ابى ازيد؟ مش ماين، ابى ازيد مينا. ما اعرف اذا بزيد مينا الحين، احس اني بكون مستعيل على المينا اذا زدته، انه ما عندي انتاج كافي فعلي. تعرفون شو بنزيد مينا؟ انزين سيدة على هالمكان. اوكي زدنا مينا، بيبنون الحين ما بيطول. بزيد اذا زدت المينا بزيد انتاج، لان الانتاج هذا راح يشل المينا شل. ما يستوي الزقهم في بعض. فكنا ليدرز اوف منو؟ والله المفروض اقرا شو يقول، ترى المفروض اقرا شو يقول بصراحه على اساس ما توهق نفس اخر مره. زين بنسوي رانش هني، وبنسوي رانش هني. افا ما في مكان كفاية. اوكي مو مشكلة، هذا بنسوي مش كنسل، لا تشينج لايف ستوك. بنسوي نبى بقر، هي حسب نحصل حليب. هذا شو كان؟ هذا كان غنم، هذا كان غنم بعد. خلنا نسوي لامة تشينج لايف ستوك، وهذا هذا لامة. بنسوي خنازير حق لحم، مو مشكلة عادي، بنعتبر بعتبر انا تيوس، مو مشكلة عادي، مش قضية ترى. هذا شو بيشل عنا؟
اوكي خلينا نسوي مانديت، خلينا نزيد زيد زيد زيد. وصلنا 4 سنين، احنا بدينا كم، 3 سنين كم والله ما اذكر، بس اكثر شيء وصلنا 5 سنين. انزين الحين عندنا ريسيرش شو ناقص عندي؟ انلوك ان وورد وورز، خلصنا ريسيرش اوكي، بس تريد مو نقدر نضيف سفينه. 20,000 اشترى منا يا حبيبي، فلوس يا حبيبي، هاي فلوس فلوس فلوس. زين بنحطي ما بنحطي كاثوليك ماشن مسجد كفار هني، بس ما بنحطي هني، بنحطي على يمين ال بيت الاساسي. انزين حسب يستانسون زياده، وبنحط لنا جرايد، الجرايد بتاثر على الناس ترى، يعني نقدر نسوي نكذب عليهم، نقدر نقص عليهم، واي شغلات نقدر نسوي في الجرايد مو بشويه، نقدر نسوي بلاوي، يعني نقدر بلاوي نكذب عليهم ابسط شيء. اوكي لوك لك بجز نوستد اي جيف يو تشوز يو كان بي جيتد الباس شيبا هذا ورا من الدفن تربكو تايم بوت ذا سيزون اون ذس بيك اب فايت وذ ذا بايرتس. ما اعرف اتضارب مع قراصنه اي الباس، مو بتضارب وياهم الحين، ما احس ان عندي المبنى القوي. يعني اوكي انا بحطي قلعة الحين، اوكي قلعة عسكرية حلو، اذا حطيت قلعة عسكرية هني زين، وبعدني ما دربت حد، ما دربت مشاة، ما دربت شيء، ما سويت اي شيء، اي نوع من انواع التدريب، اي ادخل سيدة حرب ما تسوى الصراحة، ليش دخلوني حرب دايركت؟ ما بدخل حرب دايركت انا، ايش يزرعون؟ خلنا نزيد البودجت مالهم، خلنا ينتجون قد ما يقدرون. لحظة انا احيد لو دقيت كنترول ولا كان كنترول، انزين كلهم يستوون المفروض صح، ايوه لا مش كلهم، اشوف اشوف مش كلهم يستوون، لا بعده بعده ما يصير هذا الحكي. لحظه خلنا نزيد ميزانيه، نزيد ميزانيه، نزيد ميزانيه، اوكي 200 200 نزيد ميزانيه، خدنا 60 داوم تنتج عنا، انا بانتج الحين محتاجين انتاج، الانتاج ما بيه بسهوله بسهوله لا لا بسهوله ما بيه. انزين الحين يبانا نسوي اللي هو الكولد وورز، الحرب البارده. لحظه الحين ها شو بيشتري منه، خلنا نشوف، ما عندي الا 9000 البيع. انزين عندي براج، بس ما اظني انا عندي القوه ولا القتاليه اني انا اقدر الحين احارب. انزين ها شو نسوي، جرايد، جرايد حق الناس الموزع، نشوف خلا كم بيشل هذا، كم فلوس، 8000 شوي بيشيل كل اللي عندنا اظني هذا ولا. انزين خلينا نشوف تريد، اوكي فتح سفينة ثانية غير هذا. انا شو عندي هني ما قايم بقى، لحظة اكسبكتد ريفينيو فيش كوفي، عندي كوفي وايد، خلينا نسوي تريد رود اكل لحم، ممكن اسوي كوفي للحين، الكوفي ترى غالي ها، بعد الكوفي غالي، سوي علاقات ملكية ولا عندنا لوكس بعد نقدر، خلنا نسوي كوفي زيادة، عندنا كوفي والله عندنا كوفي، اتشب 5 years، خلنا نزيد نصدر كوفي زيادة، عندنا ندخل شوية فلوس زيادة، انا هالفلوس بعد محتاجة شوي، انا خل يا عمي فكني انا استنت. انزين شو اقدر اسوي في الجيش، خلنا نزيد ميزانيه الجيش. اوكي هلا حبيبي، اقدر اعلن استقلالي، اذا اعلنت استقلالي الحين انا اتصور بنندق على عيننا، من تصوري شخصي، ها شو يبا بعد للحين، لا ناتيت ناتيت
Research the trigger of revolutionary support. The revolutionary movement is growing stronger. Two free guard towers. يلا خلينا ناخذ 2 free guard towers لانه ما بيعطينا وقت زياده وما بيعطيني اصلا research زياده عن نوكتن كولد وورز. انزين خلي اشوف. انا الحين مش مستعد اطلع من هالمرحله بس شي بالي. اقدر اسوي وايد شغلات هني، انزل عنهم اسوي الحين ما بسوي لهم، شكلهم راضين. كولد وور مودرن وورز جنرال. اوكي نحن ممكن ننتقل من هالحقبة للحقبة الجاية، بس اللي انا مش وايد بروف اللعبة هاي شو بسوي. اللعبة شكلها يبغالنا نتعلمها عدل. انزين بحط هالبيوت بالطول بدل العرض ولا لا اخليهم متناغمات احسن صح؟ هلا نسوي تناغم هني بينهم. زين ابغى احط مكان، ابغى احط عيادة. اخي ليش ما عندي عيادة؟ ما عندي شرطة، ما عندي شيء. خل المكان فاضي، خل المكان فاضي. ابغى الشارع يكون من هني لين هني، والشارع من هني لين اللحظة. لها اقدر اسوي شارع في الوقت. ايوه هذا هو الكلام. هو بحط حديقة هني. بابا 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 وين صار؟ صار وين صار؟ حديقة، هذه الحديقة، حديقة هني، حديقة هني. زين وبحط تافرن ثاني. تافرن يا صديقي، تافرن، تافرن كان في ترتين من تظني هذا مش اوبرا هاوس. وين التبرن يا جماعه؟ هذا وهذا الترتين من انفايرمنت. زين هذا بيكون اخس. حط اثنين، لا بحط حديقه هني احسن، وحديقه هني جنبه حاسس ناس تزور هالاماكن. بحط دار اوبرا. لايت هاوس، نحتاج لايت هاوس. لحظة خلا اسوي زوم اوت. زين لايت هاوس الفايدة من لايت هاوس اصلا. اوكي هذا يدل على مكان الجزيرة. ما اعرف شو فايد بستفيد منه الصراحة. ليت هاوس بيسوي ليت هاوس اوريدي كونستركت بس ما والله ما ادري ابري ده موجود لي. انزين وين الاوبرا؟ الحين على مدخل الجزيرة. والله ما اعرف هل هذا فكرة جيدة ولا سيئة، بس اظني لا سيئة. اظني الاوبرا لو يكون هني بعد بيكون اوبر صح؟ لو كنت مخلي مكانه هني كان احسن. بس الحين ممكن، لان ممكن لا لا ممكن ما ينفع. الافضل ان يكون الاوبرا وين؟ عند اظن هذا افضل مكان حق الاوبرا، مع انه ما احس انه راكب. اوكي خلنا نسويه هني. اوكي وبنحطي لنا دارت جاردن، حديقة هني، حديقة. مشكلة ما يقعد في الوسط دايركت هني. خلهم نفس المكان. اوكي وبنشل هذا من الحسبة وبنحطي لنا جاردنز يعني نخل بالعربي على المدخل. ما اقدر اضيف شيء، ما اعرف مسبح شيء، ما اعرف اي شيء من هالسوالف ما عندي. يمكن بعدين، يمكن بعدين مش الحين. خاشيبه شيبه بعدك 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 بعدك. ايوه استوى عند الجيش، على الاقل بيستوي عندي وحدات ترى يعني احسن من اول. اكسبلور بنعطيه لين هني.
ونبى ماين 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 موقع موقع دخلنا فلوس إن هذا زين، بس هذا اللي مو بزين لأن التريد مالنا تعبان، مع إنه قاعدين دخل فلوس ترى مش سيء الوضع، الوضع مش سيء، وضع ممتاز، حتى إن هذا أظن شغال، هي هذا شغال وهذا شغال، هم الاثنين شغالين الحين، أقدر أزيد الإنتاج وأنا مرتاح. يعني إذا بزيد إنتاج أي شيء Objects underneath أظن يبقى مكان ثاني، هناك وايد بنسوي حليب زيادة، بنسوي Change Life Stock. هذا شو له Normal High Priority ميزانية فل، خلي الناس تشتغل. في حد بعد في ناس الحين ما عندها بيوتيوب وشو تبني، الله يخسر، لأن المشكلة أنا شو أبغى أفتح هذا، فهذا في الورد وور أظني لازم تري الحق بتروح أساس أقدر أسوي وورد وور. إنزين بيلد ميليتري فورت، أكسبت عندي زين ميليتري فورت خلاص فكنا، أكتبه ميليتري فورت تاني، نيو ميليتري فورت بعد، شو رأيكم؟ اوكي ببني اثنينه، اخلي معسكر ناك ومعسكر بعيد عن العالم عند المنجم هني، خلينا نحط قدام الشارع. زين كوكبل لا ما يستاهل كوكبل، بيستوي الحين بروحه، ما عندنا حتى مشغول وايد يعني، مش من كثر ما هم مشغولين العالم. هذا شو اخباره؟ 200 200 قاعد ينتج، اوتبوت 2000 هني رايح، هني كم 5000 رايح، 100 لحم خضرة كل شيء. بس لحظة شو عندنا هني؟ food monthly production lifetime milk، ما في ستور، ما يراوني إذا في شيء زيادة معقوق عندهم، ما بقدرين يصدرونه، لا ما أتصور. local food consumption zero بعد، ما حد قاعد يستهلك أي شيء يعني، ممتاز يعني. شيل 10000 فلوس عندنا قاعد تدخل، ما عندنا مشكلة فلوس فعلية، نقدر حتى نسوي انستنت بيلد حق هذا. اوكي سوينا انستنت بيلد حق هذا، امبورت ريفيجن نيو تريد روت، نبى تريد روت اداد. زين انت تعال كجيش، خلنا نزيدك. اوكي بلس 25 انت تريد، ما عندنا سفن زيادة، لا ما عندنا سفن زيادة. خلنا نعلن استقلال باي اور فريدوم 10000 ان دبت باي حبيبي، فلوس 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 فلوس، شكرا. فوتنج رايتس، ريليجن رايتس، افكت فيور فوترز ميس ان دايركشنري، armed forces no education for soldiers. نحط هذا اوكي باك، خلاص شكرا. يو طورنا طورنا، اعلنا استقلالنا وانتقلنا من حقبة لثانية. طبعا هذا research one more technology. شو عندي انا ما سويت له ريسيرش هني؟ كل شيء سويت له ريسيرش يا جماعه. ريسيرش في شيء في الريسيرش انا مش فاهم منه صراحه 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 صراحه، في شيء مش فاهم منه ابدا. هذا من الصبح انا ادور يا حبيبي، بس ما قاعد ادور. شوفوا 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 محلا، استوى عندهم سيارة، استوى عندهم سيارة يا حبيبي. المهم هاي حلقتنا لليوم، اعلنا استقلال دولتنا، نشوفكم في حلقة قادمة ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.